ثعبان. هذا صحي. هذا حارس، حارس بيت الثعبان. حارس يعني حارس بيت الثعبان. ترانسليت تو زين. بص ايه، بص يدين ايه سي جيلان، يدين ايه سي بيجيني كديو كديو بار. يس يس. السلام عليكم ورحمة الله. نحن الآن في حديقة الحيوان في مدينة شيمكنت بدولة قازاقستان الشقيقة، وهنا من خلفنا بيت الثعابين. ثعابين. وهذا هو أستاذ بك نور، حارس بيت الثعابين. هنا مجموعة كبيرة من الثعابين المخيفة المرعبة. شكرا أستاذ بك نور، سمح لنا بدخول هذا البيت وأخذ الصور بعد أن أغلق هذا البيت. شكرا جزيلا. شكرا.